وحول هذا الموضوع أكد سعادة السيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أكد خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أنه بفضل توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تم إطلاق منظومة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات. توجيهات صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد الله يحفظه، يعني ليس فقط في نظام تواصل، وجه سموه الله يحفظه بإطلاق منظومة متكاملة من الأنظمة اللي يعني تضع مؤشرات الأداء، تحديد مستوى الخدمة لجميع الجهات الحكومية، ضمان الالتزام بمستويات الخدمة، ولضمان طبعا تقديم الخدمات المميزة، بالإضافة طبعا إلى عدد من يعني الأنظمة اللي هي تقيس مستوى رضا العملاء أو تقييم المراكز أو أيضا اللجان التي تعمل على تطوير الخدمات الحكومية من خلال التحول الشامل. في 2016 تم إطلاق تطبيق تواصل، يعني في البداية كان النظام موجود على الموقع الإلكتروني وبعدين توجه إلى توفير أيضا التطبيق.